الميزان طبعا الان مع مولوده برج الجوزاء هذه العلاقه جيده بالاخص بالصداقه، صداقه رائعه جدا. يعني اذا رجل الميزان يبحث عن انسانه يحب ان يتحاور معه، يسمع افكاره، تكون صديقه حميمه نصوحه جيده بالنسبه له، فهي افضل وحده بالنسبه له هو برج الجوزاء. عفوا، على مستوى العلاقات الزوجيه ايضا جيده، ليست سيئه جدا ايضا جيده، ويعني اقدر اقول تقريبا علاقه اكثر من الوسط جيده.